رجعنا لكم بعد الفاصل ومعانا لسه المهندسه مي حسني، وهنستعرض مع بعض شويه صور من افراح مختلفه ومناسبات مختلفه، سواء زهور او مداخل او كوش، عشان نعرف ايه الموضه السنه دي وايه الموضه خصوصا الموسم ده. هنشوف صور مع بعض نحاول نعلق عليها. ده مدخل، ده مدخل، مدخل فيلا. ده كان عبارة عن بلالين وعاملين شبكة بي لايت فوق كده ومع التل وستاندات طبعا عشان تمسك الحاجات دي كلها مع بعض، و تل طبعا، والإضاءة كانت فيه أزرق وفيه أبيض منها البي لايت، والبلالين بألوانها طبعا. كان ده طبعا متناسق مع داخل القاعة نفسها يعني. طب برضو عايز أسألك على حاجة، الألوان دي لكل موسم ليه ألوان مختلفة، ولا ممكن تستخدميها طالما هي لايتنج أو بالونز أو كده تقدري تستخدميها في أي وقت؟ لا طبعا اقدر استخدمها في اي وقت، لان ده بيرتب على حته المكان اللي انا هعمل فيه جوه القاعه او الفيلا او ايه اللي انا هعمله. هي ملهاش علاقه بحكايه الموضه، لا طبعا. انا بشوف ايه اللي متناسق مع بعض، مع الزهور ماشي، مع فستان العروسه، مع كل حاجه جوه في القاعه، مع السنتر بيس، حاجات كده يعني. طب سيتنج زي ده خد منك يومها قد ايه وقت تقريبا؟ لا اشتغلت فيه تقريبا يومين، لازم قبليها من قبلها طبعا بيومين. عشان لو حصل حاجة، بالون مثلا باظت، تول محتاجة أكتر كميات أكتر، البي لايت محتاجة أكتر، لا طبعا باخد قبليها يومين، لازم بعمل حسابي يعني. تمام. والصورة دي؟ والصورة دي مدخل برضو فيلا، كنت حاطة تول على الشجر تحت، في كان خضرة كده عاملة زي سور، وإضاءة برضو دي رسمة بي لايت معمولة على أعمدة احنا بنعملها يعني متخصصة، وحاجات تانية برضو. البي لايت الدواير دي كانت برضو على أعمدة احنا بنعملها يعني اوكي. احنا مغطيين الشجر بتول بس. بالتل، مش مغطينه، عاملين زي فستونات كده عشان يدي شكل برضو في المدخل. اوكي. وده ده مدخل ده طويل مدخل يعني، ده فيلا ممكن لزفة او لا هو عشان يبقى متماشي مع المكان، مع الفيلا بتعملي نوع من الإشهار والإعلام برسمة معينة يعني. لا لا هو كان كديكور يعني، مش مسألة. ودي كانت كوشة برضو كوشة. في أوتيل، كانت اكسسوارات كلها حاجات بتاعت رأس شرقي، الأحزمة دي والحاجات دي، وكانت معمولة برضو إضاءة على الترابيزات زي ما انت شايفة من تحت كده، بيدي شكل حلو. تمام. والورد طبعا والستاير اللي هي ورا المعمولة ستارتر الكوشة متناسقة كلها مع الألوان يعني. قبل ما نطلع فاصل قلت لي ان الورد ليه مواسم، يعني طبعا مش سهل تلاقي حتى المستورد. ما هو المستورد احنا بنستخدمه اكتر، ولكن برضو المستورد بيجيني بمواسم، ما هو زراعات بتبقى طبعا. بس انا ممكن لو عايزه اجيب قبلها بيتحفظ بتلاجات معينه في شركات كبيره، ممكن يعني ممكن اخزنه بس يبقى قبليها مثلا شهر كفايه، ما يبقاش قاعد 3 4 شهور قبليها. لكن ممكن اجيب الزهور واحفظها في تلاجات بتتخزن في تلاجه بالظبط. طب القماشة واللايتنج والألوان وكل ده حاجات مستخدمة يعني طول الوقت كانت محلية. بتستخدم. الورد اللي ابتدى يبقى منتشر زيادة في الأفراح دلوقتي بقى ميزانية لوحدها، مش حاسة ان هو مكلف أو ممكن يتعامل بطريقة تكون أبسط أو اوفر شويه أقل بالظبط سعرا؟ بالظبط. ما انا بقول للناس في حاجات مستورده زي الليليا من الانتوريوم، الاوركيد دي حاجات غاليه، زهره بتقف مبلغها عالي جدا، فانا ليه ما استعيضش عنها بورد بلدي؟ ورد بلدي مستورد او ممكن يبقى موجود في ورد مصر بلدي هنا، مستورد يعني ايه؟ بيبقى جاي استيراد يعني بنستورده من الخارج، او ممكن يبقى موجود هنا في صوب عايش، فبتبقى خامه الزهره نظيفه ومحترمه وكويسه، وبتديني وقت اطول في الحياه بتاعتها يعني، ما بتموتش على طول. الورد البلدي اللي احنا مش بنخدمه قوي هنا في مصر، بص ايوه تلاقي الورده شويه وماتت، ما بتقعدش يمكن 10 دقائق. لكن انا لو هاخد ورد يعني مخدوم قوي في صوب هنا في مصر بيقعد كتير 3 4 طب ساعات الورد ده بيتنسق يومها ولا في ساعتها قبلها طبعا. يعني؟ لا في الورد ساعتها. مستورد ممكن يعيش لا والبلدي تاني صعب. الصوب، لا البلدي الصوب برضو بيخدموه قوي في الزراعه. لا بالعكس، ما انا بجيبه بعيشه في ميه وبعد كده ببتدي اقلمه قبل الفرح بساعتين 3، لا عشان يبقى بزهوته يعني، لان الزهرايه بتتقلم بطريقه معينه من تحت بحيث ان هي تفضل محتفظه بالميه في العود بتاعها، فبتديني ليها بيبقى رونقها كويس قوي. ده ليه نظام لوحده يعني، لازم تبقي منسقة زهور كمان مش بس ما هو طبيعي اكيد، ما هو فعلا. اساس الشغله دي ان انا لازم ابقى حد متخصص في زهور والنباتات، ولا مش هنجح فيها، مع طبعا اختيار الديكور والحاجات دي. في صور تانية معانا دي كانت في نشوف. كنيسة معمولة، بيحبوا هم النظام اللي تحطي الاستندات ورا كده والزهور بطريقة معينة، هم بيعشقوا الأبيض والأخضر، وده طبعا ملك الألوان قوي وراقي بيبقى شغله قوي في الشغل يعني. دي عبارة عن استندات ومحطوط عليها زي بوكيهات كده في خلفية الكوشة دي. ومعمول بطريقة سيمبل أكتر صح؟ هم يعني بيحبوا مش كده، لأن هي مفيش بتبقى لسه العروسة عاملة بقى في أوتيل يعني، دي بتبقى عبارة عن زي كاتب كتاب كده كليل، وبعد بالظبط. كده بتبقى عاملة في أوتيل يعني. اوكي. والألوان ثابتة وبسيطة هنا بقى، مش مضطرة تبقي
محددة باللبس العروسة، بفستان معين، ممكن تستخدمي أي حاجة لا طالما ده مش ممكن، الفرح الأساسي. لا لا بس ممكن ابقى طبعا، لا ممكن ابقى مش يعني عايزه اعمل حاجه، لا ممكن اعملها ليه لا، يعني ممكن تختار تبقى عايزه الوان ادخل لون معين في الورد، لا مش لا ما ببقاش يعني ممكن اعمل الوان زي ما هي عايزه او زي ما انا اخترت معاها، لكن بعمل ماليش الالوان بتاعه الاوتيل حاجه وان انا بعمل في كنيسه او في مكان تاني، لا حاجه تانيه. طب انا عايزه اعرف حاجه بقى، يعني واضح ان في افراح في اماكن كتيره، يعني سواء في كنايس، في كتب كتاب، في بيت، بالظبط. في قاعات، في بيوت، فعلا فيلات. عايزه اعرف الميزانيه بتتحدد ازاي لما تيجي تقولك مثلا انا عايزه اعمل فرح في بيتي. طب ما هو البيت ده شكله في مختلف بيت عن ده شقة، شكله، شقة ولا فيلا؟ ما هو لو أنا حتى لو هعمل، فيلا، طب ما هي لا ما هو فيلا مش، تقسيمها مختلف وشكلها مختلف. بصي الفيلا لا بالعكس مش بيكلف زي ما انت بتعملي في اوتيل، الفيلا انت بتقدري تجيبي الاكل اللي على مزاجك، بتقدري تختاري كوشتك على مزاجك، لان الاوتيل بيفرض عليكي لازم تعملي بقوانين معينه، لا اه انا طبعا. الفيلا بالعكس لا ممكن اعمل فرح قليل ممكن اعمل غالي زي ما انت عايزه. وبعدين الطبيعه الخضراء في الفيلا بتساعدني ان انا ما احطش اكسسوار كتير، يعني الخضرة والنباتات الطبيعية بتشجعني ان انا اعمل حاجات بتبقى سمبل راقية، لكن انتي في القاعة عايزة تظهري الشكل قوي فبتضطري تستخدمي خامات اكتر. بتبني من الأول، مش بتضيفي للحاجة اللي موجودة أصلا، بالظبط. صح؟ طبعا لان المكان عايزة تجمليه وعايزة تخليه شكله مبهر فبتضطري تجيبي اكسسوار زيادة، لكن في الفيلا انا ليه ما استخدمش الطبيعة بان انا ادخلها ضمن الشغل بتاعي، نباتات خضراء اضيف لها زهور، هحط الكوشة في مكان جنينة نجيلة واسعة جدا مع البسين بيدي شكل راقي جدا طبعا. طب ايه اكتر بقى مشاكل اللي قابلتك؟ يعني العروسه دي دايما بيبقى عندها تصور كده ان فرحها لازم يكون احلى فرح. طبعا ومحقق من عايزه اعرف حقها. مشاكل اللي قابلتك بعد الافراح، مش هقولك حتى قبل. لا بصي هو قبل بيبقى مفيش حاجه، بعد ان احنا خلاص بنكون نظمنا الدنيا ان العروسه بتبقي بتاهليها نفسيا عشان تتقبل الشغل اللي انت هتعمليه وتقتنع بوجهه نظرك كمصممه ديكور، مش بعد بالعكس يعني مفيش اي اعتراض ممكن يوصلك من خالص عروسه بعد الفرح؟ خالص، ان احنا بنمشي واحده واحده، يعني ليه انا بقول لها من 3 شهور ل6 شهور عشان نمشي مع بعض سنه سنه، ما تبقاش حاسه ان هي اتفاجئت ان المكان خلاص اتعمل ومفروض عليا ان انا يعني اعمل في الاوتيل او في الفيلا او في النادي او في دار او في حاجه، ليه انا بقول قبلها علشان ما تقولكيش خلاص انا مزنوقه ومضطره اقبل باي وضع، فاهماني؟ حته ان انا ببتدي من الاول بريحها نفسيا، طب بنتكلم كتير يمكن اكتر ما بتتكلم مع مامتها في البيت، ليه؟ لان انا اقرب ليها ببقى في الفتره دي، فبنقعد نتناقش لا اللون ده مناسب لا مش مناسب ده كلها كويس. خطوات انت خلاص متفقة فيها معاها، يعني طبعا ما بتفاجأش بأي شيء يوم خالص. الفرح. طب في صور تانية برضو نعلق عليها كمان، دي نفس ده فين الكوشه. بقى؟ ده في اوتيل، هي نفس الكوشه اللي ظهرت من شويه، برضو هي اه الاكسسوارات اللي احنا قلنا عليها والاضاءه دي كانت في خيمه معموله في شرم الشيخ. دي جديدة بتبقى خيام بتتعمل، بتبقى في حفلات راس السنه، بتبقى افراح لو حابه، بتبقى بصي ريبونه على الكرسي، بيتحط لها زهور طبيعيه او ممكن تعمليها في يونكه زي ما انت عايزه، والساتانات بتبقى على الترابيزات والسنتر بيس، بس ده كان عباره عن رقبه خيل كانت معموله ترابيزات مشكله رقبة. دماغ الخيل. كانت سنتر، بدل ما نحط ورد كنا حاطين يعني ترابيزات وترابيزات، عشان كانت تمشي بقى مع شرم الشيخ ومع بالظبط. مع بس الجو كانت ده. لذيذه طب يعني. الحاجات الاوبن اير دي، سواء خيمه او حاجه مفتوحه تماما على بول ولا على بحيره ولا اي حاجه، مش بتسبب لك شويه مشاكل؟ يعني لا حاجه خالص، تبوظ، حاجه لا لا خالص، الهواء يقوم شويه، لا ما شويه احنا قافلين مطر. الدنيا بقى، لا خالص لا لا، بنبقى مختارين الوقت والمكان ولا وبنبقى عاملين يعني حسابنا ان لو حاجه باظت في ستبن عندك، ده برضو ممر ودي كنيسه كان معمول بالتل على جناب الكراسي، والبوكيهات بقى محطوطه فوق يعني متناسقه معاها، والارض مفروشه ستان على السجاد، دي الحاجات اللي مفضله قوي في الكنائس يعني. دي جميلة كمان. ودي برضو مدخل كنيسه كان ترابيزات وعليها البوكيهات، ترابيزات استندات حديد ما فيهاش اي حاجه، والتل على الجناب عشان العروسه تبقى تقدر تتزف وتدخل جوه يعني. طب يبقى في اكليل في كنيسه وبعد كده فرح، ده معناه ان انت مسؤوله عن الاثنين. مكانين في نفس اليوم، ده مش مجهود زياده ومش تحسي انه مجهود بس انا محتاج بستمتع، متابعه اكبر؟ لا خالص انا بستمتع بشغلي، اللي بيحب شغله بيبقى ناجح يعني، بتبقي حباه وموضبه قبلها انت هتعملي ازاي وتتخطي خطواتك ازاي محسوبه، يعني كل ما خططتي صح ومشيتي بخطوات صحيحه هتبقي ناجحه، لا بالعكس ممتع انا بستمتع بشغلي. ده برضو في اوتيل كان سنتر بيس معمول، الميه ملونه كانت متناسبه مع الريبونات المعموله البني مع الكوشه برضو مع الوان الزهور،
زي ما قلت لك هما لونين او ثلاثه محطوطين، كفايه ده بيعمل شكل جميل. والريبونه اللي معموله فوق على الكاس، وفي ساعات بنشوف في سنتر بيسز في عصافير وسمك وسمك. اه بالظبط، بتتعمل لسه بتستخدم. لسه. اه بتستخدم لسه طبعا. في بصي افكار ملهاش حدود وما بتنتهيش، ان انا اعمل شغل يعني بتخيل ايه اللي ممكن اعمله، يعني فاهماني، حاجات بتبقى جميله يعني. اعتقد دي كانت اخر صوره معانا النهارده. الكولكشن جميله جدا، واضح ربنا ان يخليكي. في حاجات كتير بتضاف للافراح، مش يمكن طبعا مش كلنا على درايه بيها، خصوصا اللي بيتجوزوا ما بيبقاش عندهم خبره كافيه بكل الحاجات اللي موجوده في السوق، ففعلا لازم يستعينوا بويدنج بلانر ممكن تسهل لهم وتبسط عليهم حياتهم اكتر قبل الفرح. بالظبط صحيح. بالظبط صحيح. طب ويدنج بلانر ومهندسه الديكور مي حسني، بنشكرك جدا كنت معانا النهارده ونورتينا. كل ربنا سنه وانت يخليك، طيبه، انت والنهارده بقى بالصحة يبقى والسلامة اول يوم عيد كده سعيد عليكي ان شاء علينا الله. وعليك ان شاء الله. مرسي قوي لاستضافتك. ميرسي ليكي، وميرسي كل المشاهدين. لسه معانا فقرات تانية في نهارك سعيد، استنونا بعد الفاصل.